كمان احنا مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية وحنروح للكتاب العرب ودورهم بدعم القضية الفلسطينية ودورهم أكيد بترسيخ ذاكرة التاريخ. ودائما احنا بنقول التاريخ لا ينسى، ودائما أي شيء عم بيصير بأحداث بفلسطين الحبيبة وخاصة اللي صار بالفترة الأخيرة بطوفان الأقصى، هي المشاهد الدامية الأحداث المؤلمة، اليوم هذا التاريخ رح يسيفها ويسجلها لتكون حاضرة دائما بذاكرة الأجيال القادمة علينا. صحيح يا رشا، وفي ظل الأحداث الجارية والمتتابعة من الشيء اللي عم يتعرض له أهلنا بفلسطين من الأوضاع الإنسانية اللي عم يتعرضوا لها، كل شخص قادر أنه يعبر عن رأيه عن وجهة نظره يوصل رسالته ليدعم هي القضية الفلسطينية ويكون داعم لأهلنا بفلسطين، وأكيد للأدب والأدباء دور كتير كبير كان وما زال في دعم القضية الفلسطينية وتوثيق هاي القضية وطوفان الأقصى في سطور التاريخ. أكيد اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور إبراهيم زعرور، رئيس اتحاد الكتاب العرب فرع دمشق وأستاذ في التاريخ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، خلينا نحكي عن دور اتحاد الكتاب العرب في دعم القضية الفلسطينية. يعني الاتحاد الكتاب العرب ليس داعما، هو جزء من القضية الفلسطينية، جزء من تاريخها، تاريخ كفاحها ونضالها وثقافتها وحضارتها وتاريخها، فهو ليس طرف محايد، هو في قلب فلسطين وفي روح فلسطين وفي تاريخ فلسطين وفي حضارة فلسطين. تمام. وبالتالي الاتحاد هو يعمل ضمن هذا المفهوم، التربية، التكوين، الثقافة، التأهيل، التدريب بالأجيال، يعني جيل بعد جيل، المثقفين فيما بينهم. تمام. فيما يكتبون من شعر، من قصة، من رواية، من دراسات، من أبحاث، من قضايا متصلة بالقضية الفلسطينية. منذ 75 عاما إلى اليوم لم ينقطع الكتاب والأدباء والشعراء والفنانين الذين يرسمون فلسطين، يرسمونها في قلوبهم ويرسمونها أيضا على الجدران وفي اللوحات، تعبر عن حضور فلسطين. لذلك قضية فلسطين هي قضيتنا جميعا، هي قضية كل مواطن في سوريا وفي الوطن العربي، وقضية أحرار العالم. وبالتالي لم ننفك نحن حقيقة عن الوقوف دائما بهذا الوعي، بهذه المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية. نعم دكتور، عم نحكي اليوم عن قضية ثابتة وهي دائما احنا بنقول هي اهم القضايا الوطنية اللي احنا ربينا عليها، ودائما اي شخص احنا بنتضامن ان كان نفسيا معنويا ماديا بالمواقف اللي احنا ممكن نعطيها لفلسطين خلال السنوات اللي مرقت، وكل حدا من مكانه. اليوم دوركم جدا كبير ودوركم لا يقل عن السلاح على الأرض، كمان القلم هو سلاح ولكن سلاح فكري ثقافي. خلينا نحكي اليوم قبل ما نروح لدور القلم، نحكي عن الوقفات التضامنية لاتحاد كتاب العرب اليوم، شو أهميتها وشو عم توصل رسالة وصوت للخارج؟ كما نقول نحن دائما، الموقف الفكري، الفكر المقاوم يسبق المقاومة نفسها. يعني عندما نخلق مناخ للمقاومة ونحمل السلاح للدفاع عن أنفسنا ضد الصهاينة المستعمرين المحتلين لفلسطين، هناك فكر يجب أن يحمله الكاتب أو الباحث أو الشاعر أو الأديب أو الراوي أو القاص، فكر مسبق. ولولا أنا رأيي هذا الفكر الذي ترسخ عبر كل هذه العقود من السنوات منذ عام 48 وما قبل 48 إلى اليوم، هو تعبير حقيقي عن موقف ورؤية وأيضا القيم التي يرسخها الكاتب والأديب والباحث في القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي ليست قضية تنظير أو خطابات أو أقاويل، لا، هي قضية تربية وطنية، تربية عروبية، تربية إنسانية، تربية قيمية. وبالتالي نحن نتربى ونربي الأجيال على حب فلسطين، على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، بثقافة الشعب الفلسطيني اللي هي جزء من الثقافة العربية. وبالتالي هناك آثار
في تاريخ فلسطين حاولوا أنه يزوروا ويزيفوا الاحتلال الصهيوني ويزيل هذه الآثار، لكن هذه الآثار لا تزال، عمرها آلاف السنين، وبالتالي هم وقعوا في شر أعمالهم. لذلك نلاحظ اليوم كيف أن ليس فقط في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي الوطن العربي، في كل العالم اليوم هناك وجود حقيقي للعمل والتضامن مع فلسطين. وطبيعي اتحاد الكتاب العرب هو من بادر أيضا باسم اتحادات الكتاب العربي في كل الوطن العربي، في اجتماع في القاهرة حضره الدكتور محمد حوراني رئيس اتحاد، كونه أمين عام مساعد لاتحاد الكتاب والدباع العرب، وأصدروا بيان ووجهوا نداء للمنظمات والهيئات الدولية والإنسانية والصليب الأحمر والهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بضرورة الوقوف والعمل مع فلسطين ضد هذا العدوان، ضد هذا التوحش، ضد هذه الهمجية، ضد هذا القتل المتعمد للأطفال، للنساء، تدمير المدارس، تدمير المشافي، تدمير كل شيء. طبعا هذا يلتقطه الكاتب يترجم، يعني هو الفعل حقيقي وموجود، ولكن عندما يترجم ويأخذه الشاب أو الشابة ويقرأه سوف يتكون في ثقافته وفي وعيه قضية فلسطينية. عندما يقرأ رواية عن فلسطين أو قصة عن فلسطين أو يقرأ شعر عن فلسطين، وهذا متوفر بشكل كبير. واتحاد كتاب العرب يعني عمل وقفات تضامنية يوم السبت الماضي في كل الفروع الاتحاد، وفي الاتحاد المركزي، وفي حتى فروع الاتحاد أو الجمعيات في الوطن العربي في ساعة واحدة، ساعة 12 بتوقيت القدس. وهذا تعبير، وما زالت الوقفات التضامنية مستمرة بشكل دائم وبشكل دوري وضمن برنامج وضمن الأهداف القريبة والبعيدة من أجل أن تبقى فلسطين للشعب الفلسطيني، وأن لا تذهب دماء الشعب الفلسطيني هدرا، ولا ننسى جرحى فلسطين ولا المصابين في فلسطين نتيجة هذا التوحش الصهيوني الأمريكي الغربي. تمام دكتور، بالإضافة للوقفات التضامنية والنشاطات اللي عم يقوم فيها اتحاد كتاب العرب، في جلسات حوارية عم تضم أدباء من كافة الشرائح أو من كافة الفئات لتمجيد تاريخ فلسطين. خلينا نحكي عن الجلسة الحوارية اللي تمت بالأمس. حقيقة الجلسة التي تمت بالأمس هي مع الدكتور تيم أندرسون، هو أسترالي الجنسية وهو ناشط حقوق إنسان، وألف عدة كتب عن سياسة أمريكا في المنطقة وفي العالم وفي الشرق، ما يسمى بالشرق الأوسط، يعني في المنطقة العربية تحديدا. وبالأمس كانت الجلسة هي لتوقيع كتاب له، أو عدة كتب حقيقة، حوالي ثلاثة كتب عن القضية الفلسطينية بمناسبة طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية تحديدا. وقدم الدكتور محمد حوراني رئيس الاتحاد الكاتب تيم أندرسون بتعريف به ورحب به ورحب بالحضور، وحضر الفعالية حقيقة عدد كبير من السفراء، في مقدمتهم سفير البرازيل وسفير فنزويلا وسفير عدة سفراء ودبلوماسيين وكتاب وشعراء ومفكرين ورواد وكتاب قصة وإعلاميين. حقيقة كان ثم قدم تيم أندرسون الذي تحدث عن أعماله ولماذا هو يقف مع القضية الفلسطينية، وهو ألف كتابا أيضا عن القضية السورية، وبالأساس لديه مواقف مسبقة، وزار ميدانيا مع الجيش العربي السوري، زار مواقع متقدمة في الحسكة، في القامشلي، في دير الزور، في مناطق المواجهة الساخنة، وشاهدها بأم عينه. لذلك هو يكتب من الواقع. وطبعا يهمنا كثيرا نحن أن نحتضن وأن نحتوي وأن نحترم. وقام اتحاد كتاب العرب بمنح تيم أندرسون عضوية الشرف في اتحاد كتاب العرب تكريما لمواقفه وتقديرا لجهوده ولوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية وأيضا القضية السورية. كيف كان التفاعل دكتور؟ خبرنا أكثر بين الحاضرين، هل كان في طرح أسئلة؟ هل كان في نقاط تم الإضاءة عليها أكثر من نقاط أخرى؟
حقيقة الدكتور محمد بعد أن قدم أندرسون ثم قدم السيدة عفراء صاحب دار النشر التي طبعت الكتب وتعاونت مع أندرسون أكيد بنوجه لها وكان أيضا المترجمة التي ترجمت هذه الكتب السيدة إيزابيلا عباس أيضا كانت موجودة في الهي وتحدثوا عن العمل بينهم وبين الكاتب والباحث الأسترالي أندرسون. حقيقة تحدث عدد من الموجودين تعقيبا ووجهوا أسئلة لأندرسون إنه لماذا أنت تقف هذا الموقف، ما هي يعني ما هي الأسس التي اعتمدت عليها في أن يعني أنت تتطوع للقيام بمثل هذه الأعمال. وحقيقة هو عبر رد على جملة التساؤلات بطريقة منطقية وواقعية وحقيقية، وكان التفاعل كبير حقيقة، وكان دائما مصحوبا بالوقائع، يعني عندما تحدث عن وقائع هو قام بها مع الجيش العربي السوري، يعني هو التقطها مباشرة معاينة من المواقع القتالية مع الإرهاب ومع المحتلين سواء الأمريكان أو الأتراك في شرق سوريا وفي شمال سوريا، وبالتالي حقيقة كانت الصورة كثير فيها تفاعل. استمرت الجلسة حوالي 3 ساعات، يعني هي حوارية استمرت 3 ساعات، ثم تم توزيع الكتب توقيع من المؤلف نفسه لكل الموجودين وبشكل مجاني، وطبعا اتحاد كتاب العرب هو الذي طبع هذه الكتب أيضا وهو الذي قام بترجمتها عن طريق مترجمين، وبالتالي اتحاد كتاب العرب هو معني بهذه الحالة الثقافية الفكرية السياسية الوطنية، وأيضا يحتضن عدد من الباحثين غير العرب من خارج الوطن العربي الذين يتعاطفون ويقفون مع القضية السورية وقضية فلسطين. تمام دكتور، خلينا نحكي شوي عن دور الشباب بدعم القضية الفلسطينية ودور اتحاد كتاب العرب بدعم جيل الشباب أو فئة الشباب اليوم. اتحاد كتاب العرب من أهدافه حسب نظامه الداخلي رعاية واحتواء والشباب وتفجير طاقاتهم وتنمية مواهبهم وتوفير لهم الكوادر الأدبية والثقافية لتدريبهم وتأهيلهم في كتابة الشعر، في كتابة القصة، في كتابة الرواية، في اللغة العربية التي هي الأساس في هذه المسألة، وهذه من مسؤولية اتحاد كتاب العرب ومن واجبه، وبالتالي هو يقدم شيء يعني ضمن التزاماته وضمن مصداقيته، وأيضا يشجع الكتاب والأدباء الشباب على كتابة سواء دواوين شعر أو قصة أو رواية، ويقوم الاتحاد بطباعة هذه الكتب هذه الروايات على حساب الاتحاد، وهذا تشجيع للشباب وأيضا رعاية لهم واحتضان لهم، وبالتالي نحن نحاول يعني الأجيال أن تكمل بعض البعض، يعني أن يكون جيل يتسلم الرأي من الجيل الذي قبله ويأتي الجيل الذي بعده يتسلم الرأي وهكذا، يعني الحياة مستمرة، هي كفاح، هي عمل، هي مثابرة، هي متابعة، هي تدقيق في مسؤوليتنا بأن نحصن الوطن. عندما نحصن الشباب ثقافيا فكريا سياسيا نحصن الوطن كي لا يكون هناك ثغرات لدخول الأعداء إلى الوطن وتخريبه كما حصل من عام 2011 إلى اليوم وما زال يحصل. نحن فازلنا في قلب الحرب وفي صحيح. قلب الإرهاب صحيح. وبالتالي هذه مسؤولية اتحاد كتاب العرب وهذا دوره، وهذا يتم بكل فروع الاتحاد، بكل أنشطة الاتحاد، بكل الندوات، بكل الإمساءات، بكل الفعاليات التي تقام، وأيضا في جانب طباعة الكتب والدواوين وغيرها. طيب دكتور، ذكرت حضرتك الأجيال والشباب واليوم عم تسلموا مثل ما وصفت الحالة أنه جيل عم يسلم جيل، اليوم خلينا نحكي عن رأيك بجيل الشباب الأدبي، كيف عم تلاقي الوضع الثقافي والأدبي عند الشباب وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها؟ هل اليوم بعدهم مستمرين بهذا الإبداع؟ هل اليوم ضغوط الحياة والأوضاع بشكل عام خليتهم يبعدوا شوي؟ واليوم أنتم كيف قادرين تحفزوا هاي الشعلة الإبداعية عندهم؟ يعني العالم كما هو معروف قرية فضائية مفتوحة، العالم مفتوح، تمسكي الجهاز بتدوري على كل العالم بدقائق، وبالتالي لم يعد هناك شيء مغلق على هذا الجانب بالنسبة للشباب،
لكن حقيقة الشباب دائما في إبداعات، دائما في مواهب، دائما في شباب لديهم عبقرية، يعني موهبة تخلق مع الإنسان. نحن مهمتنا أن نصقل هذه الموهبة، أن ننمي هذه الموهبة، أن نطور هذه الموهبة، أن نوفر لها الرعاية والاهتمام. هي مسؤولية الاتحاد. وبالتالي أنا أرى أن في ظروف التحدي يولد طاقات شبابية مهمة جدا حقيقة في النثر، في الشعر، في القصة، في الرواية، في الفنون، في كل شيء، لأن التحدي دائما يخلق حالة إيجابية وليس حالة سلبية، وخاصة إذا كان المناخ أو البيئة هو حاضن لمثل هذه المواهب ولمثل هذه الطاقات، ويفجرها باتجاهات صحيحة بدل أن تذهب باتجاه السلبي. ونحن نلاحظ الإعلام اليوم مخيف وخطير، يعني الإعلام مهم جدا لكن مهم بمقدار القضايا التي يحملها، وخطير جدا إذا حاول أن يزور أو يزيف الوقائع كما يحصل في بعض الإعلام العربي أو في بعض الإعلام الأوروبي أو الغربي أو الأمريكي. وبالتالي ربما إعلامنا الوطني أيضا له دور في هذه المسألة، ودليل أنه أنتم تستضيفوا أعضاء من اتحاد كتاب العرب ولهم مواقع مسؤولية وكتاب قصة ورواية وشعراء وغير ذلك للإضاءة على هذه المسألة، وأيضا للإضاءة على رعايتنا للشباب وتنمية مواهبهم. تمام، يعني اليوم كل شخص من مكانه قادر على أنه إيصال الرسالة، يعبر عن وجهة نظره لدعم القضية الفلسطينية، والدور الكبير كان لاتحاد كتاب العرب بكل مثقفي بتخليد طوفان الأقصى أو تمجيده بالتاريخ، وأيضا للأجيال القادمة. قديش مهم هذا الشيء توثيقه للأجيال القادمة؟ حقيقة هو يجري التوثيق الآن بشكل كبير، يعني عبر كتابة هذه القضايا، عبر أيضا هناك بيان نداء وجه اتحاد كتاب العرب لكل المنظمات العالمية، سواء المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات غير التابعة للأمم المتحدة، وللهيئات الثقافية والفكرية على مستوى العالم، وطالب بالوقوف بعد طوفان الأقصى إلى جانب القضية الفلسطينية، وأيضا نشر هذه الأفكار ومتابعتها والاهتمام فيها، وهي تتوثق اليوم بشكل الندوة، تتوثق الكتاب يوثق بشكل طبيعي، إذا كتب كتاب ديوان الشعر يوثق، المسرح يوثق، كل هذه القضايا هي توثق لأنها سوف تصبح هي تاريخ. والتاريخ كما قلت في المقدمة قلت لا يمكن أن ينسى، لأن التاريخ يسجل، وبالتالي نحن نتعلم من الماضي التاريخ ونوظفه في الحاضر، وأيضا نرسمه للمستقبل، لأن التاريخ دائما هو يكشف طبيعة الأحداث بشكل السلبي أو بشكل الإيجابي. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم عن اتحاد كتاب العرب، هل في مشاريع جديدة حتبصر الضوء قريبا؟ هل عندكم فعاليات؟ في شيء لبكرة مخبئينه؟ اتحاد كتاب العرب، طبعا قيادة الاتحاد اللي هو المركز هو منشئ القرارات ومنشئ سياسة الاتحاد، وهو يقوم بمثل هذه الإجراءات، والفروع تنفذ هذه السياسات على كافة المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، على المستوى الأدبي بكل أجناسه الأدبية. والاتحاد لديه خطط وبرامج موجودة دائما، هناك مثلا خطط لطباعة الكتب، لطباعة كتب للأدباء، للشعراء، للرواة، للقصة. اتحاد كتاب العرب يقوم بطباعة هذه الكتب على نفقة الاتحاد. هي يمكن من أهم الصعوبات اللي عم تعترض حد مسيرة تكون الأدبية، يعني هو ظروف صعبة، الإمكانيات يعني أيضا ضاغطة وصعبة، لكن الاتحاد يتخير المناسب والمفيد ويرتب الأولويات حقيقة بشكل واعي، بشكل مسؤول، بشكل عاقل، بشكل منضبط، لكن على أن لا نفقد عملنا جوهره وجاذبيته وسحره وبيانه الخاص. وبالتالي الاتحاد هو مستمر في هذه العملية وعلى كافة المستويات، وهناك خطط وبرامج تنفذ بكل دقة، والمركز هو الذي يتابع كل هذه القضايا بكل مسؤولية. دكتور، خلينا نحكي شوي عن صمود الشعب الفلسطيني، يعني هذا الشعب علم كل العالم الصمود، يعني من طوفان الأقصى لحد هاي اللحظة لساته صامد بمقاومات حياة شبه معدومة. على أهمية طوفان الأقصى، وأنا أستاذ تاريخ، يعني حقيقة لم ينقطع الكفاح والجهاد والمقاومة في فلسطين،
قبل 15 أيار 1848، يعني ثورة عز الدين القسام المجاهد عز الدين كانت 1836، وقبل في ظل الانتداب البريطاني، وقبل أن يعلنوا قيام الكيان الصهيوني في فلسطين كانت المقاومة موجودة وكانت الثقافة موجودة. وبالمناسبة المجاهد عز الدين القسام هو مواطن من مدينة جبل السورية من سوريا وذهب إلى فلسطين. إذن المعركة هي واحدة في ساحة بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن، هي المعركة واحدة ومستمرة ولم تنقطع ولا في الماضي قبل أن يكون هناك سايكس بيكو وبالفور والجرائم اللي ارتكب المستعمر بحق بلادنا، لم يكن هناك جوازات سفر ولم تكن هناك حواجز ولا حدود بين أقطار الوطن العربي. إذا كنت تروح على لبنان لا تحتاج إلى شيء، تحتاج إلى فلسطين، وبالعكس ما يأتي من فلسطين أو لبنان إلى سوريا لا يحتاج إلى شيء. وبالتالي كانت ثقافة حب الأرض، حب الوطن، التضحيات، طوفان الأقصى، أنا رأيي هو ليس إنجاز، هو إعجاز بهذا المعنى. هو إعجاز. لماذا إعجاز؟ قد يتخيل البعض، لأن كل تكنولوجيا العالم موجودة في الكيان الصهيوني. كيف استطاع هؤلاء المجاهدين، هؤلاء المقاتلين، المقاومين، هؤلاء الثوار أن يقتحموا التكنولوجيا كلها بطريقة عجيبة؟ يعني هم اليوم يستغربون، وليس فقط هو الدخول، أيضا هم حصلوا على كثير من المعلومات التي جاءوا بها والتي تخطط لمشاريع سيئة لمستقبل المنطقة، مشاريع أمريكية وغربية وصهيونية. وبالتالي نحن حقيقة أمام امتحان حقيقي. هذا الامتحان ليس وليد اليوم ولا الأمس ولا 7 أكتوبر أو 7 تشرين، وإنما هو وليد 75 سنة من الكفاح والنضال المستمر. بنتشكر حضورك لليوم دكتور ولكل المعلومات اللي ذكرتها، وده هيك إن شاء الله بصباحنا بتكون جايب لنا هيك كتاب نشرينه عن الانتصار طوفان الأقصى. شكرا لحضرتك. شكرا لحضورك دكتور، سعد صباحك.